السلام عليكم مشاهدين متابعين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو غادي نقدم لكم فيه الرايب، يعني كيفاش تحضروا الرايب ديال القرعه. هذا الرايب هذا صراحه وراتو لي غير واحد السيده، الله يجازيها بالخير وكنشكرها من هذا المنبر. النهار اللي وراتو لي صراحه جربته اول مره وعجبني بزاف، وقلت نشاركه معكم حتى نتوما تجربوه. هذا الرايب هذا مختلف كليا على الطريقه اللي كتعرفوا في التحضير ديال الرايب، يعني طريقه مختلفه شويه وكيتخلط معاه الماء. يعني انتم غادي تشوفوا كيفاش غادي نصايبوا معكم. كما كتشوفوا هادو هما المكونات اللي غنحتاج في التحضير ديالو. عندي هنايا اترو ديال الحليب، وعندي هنايا جوج ديال دانون ديال فاني، وعندي هنا ساشي ديال فاني، وعندي هنا كذلك زلافه ديال سنيده. بالنسبه للسنيده كتبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني كاين اللي كيبغي السكر بزاف، كاين اللي ما كيبغيش بزاف السكر. تقدروا ما ديروش زلافه كامله، تقدروا ديروا غير نص ديالها، المهم على حسب الذوق ديالكم نتوما. وعندي هنا كذلك نيدو او حليب البودره. بالنسبه للنيدو او حليب البودره انا هنا عندي زلافه ونص. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الرايب يكون ثقيل بزاف، تقدروا ديروا بالنسبه للنيدو تقدروا ديروا حتى لجوج زلايف، يعني الا بغيتوه يكون لكم ثقيل يعني تاكلوه بالمعلقه ديروا حتى لجوج زلايف ديال نيدو. بغيتوه يكون بحال دانينو يعني يكون جاري شويه، ديروا من زلافه حتى لزلافه ونص. انا بالنسبه ليا كندير زلافه ونص كيجيني هو هذاك. هذا فيما يخص حليب البودره، هادشي اللي عندنا في المكونات كما قلت لكم. وهذه هي اللي غنستعملها غير باش ملي نبغي نكب الرايب ديالي في البيدو باش تساعدني. وعندي كذلك البيدو ديال 5 لتر بحال هكا، يعني اي بيدو كاين عندكم ديجا جبتوه فيه الماء المهم استعملوه. وانا راني غسلت هذه وعقمتها مزيان كما شفتوا. كنحتاجوا هذه ضروري، يعني البيدو ديال 5 لتر ضروري يكون عندكم حيت هو باش كناخذوا العبار. وعندي كذلك واحد السطل، يعني السطل اللي غادي نحط فيه البيدو باش نخليه يوجد ليا. المهم السطل ها هو، حيت راه الكاميرا عندي انا قريبه شويه داكشي علاش كيبان بحال. المهم السطل كيف ما بغى يكون عندكم، انا درا غسلته مزيان حتى هو وعقمته وغنحط فيه ان شاء الله الرايب ديالي. المهم خليكم معايا ان شاء الله باش ننتقلوا طريقه التحضير ديال الرايب. باش جبت اناء بحال هذا فاش غنخلط كلشي. نورمالمون انا كندير كلشي في مولينيكس ونطحن، مي غنخلط هنايا هو الاول عاد نمشي نديرو في مولينيكس. دابا غادي نخلطوا كاع المكونات اللي وريتكم ومن بعد غنمشي نطحنهم. كما شفتوا هذا هو الخليط ديالي بعد ما خلطت كاع المكونات مع بعضها. غادي تقولوا لي ما عرفت علاش ما طيبتش الحليب. هذا الرايب هذا يا البنات راه ما كنطيبش فيه الحليب نهائيا، كنديرو كما هو بارد، لان كما كتعرفوا في التحضير ديال الرايب كاين اللي كيطيب نسيطرو ويخليه نسيطرو، كاين اللي كيطيب اترو كامل. انا ما طيبتوش نهائيا، يعني ما كطيبوش الحليب نهائيا، كديروه كما هو بارد وتخلطوا مع المكونات الاخرين. دابا غنمشي نطحن هادشي كامل في مولينيكس ونرجع معكم. شفتوا دابا ها هو الخليط ديالي طحنته في مولينيكس مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشد دابا هاد الخليط ديالي وغادي نكبو في هاد القرعه ديال 5 لتر. نجيب هادي كما قلت لكم باش كتساعدكم باش ما يتكبش لكم، وغادي نكبو كامل في هاد القرعه. كما كتشوفوا ها انا كبيت الخليط ديالي كامل في هذه القرعه ديال 5 لتر. دابا شنو غادي ندير؟ هذا الشيء اللي كيبقى ليا من هنا لهنا كله كنعمرو بالماء، الماء بارد ديال الروبيني عادي كتشدوه كتعمرو به القرعه كامله، يعني هذا الشيء كامل اللي بقى لكم في القرعه. يعني مهم هي القرعه ديال 5 لتر، هذا الشيء اللي كيبقى كامل يعني ما تعمروهاش حتى الفم بالماء. يعني راكم عارفين 5 لتر ما كتكونش عامره حتى الفم، كيكون غير الحد هنايا، يعني غتعمروا هذا الشيء اللي بقى كامل الماء
ونتلاقاو من بعد. كما قلت لكم ما تعمرش شالي الماء حتى الفم ديال القرعه، يعني غير حدنا راك عارفين 5 لتر ما تتعمرش شال الفم ديال القرعه. المهم كتعمروا بحال هكا. دابا شنو غادي ندير ليه؟ انا دابا راني دايره الماء كيسخن فوق البوطه، هذاك الصل اللي وريتكم غادي تشدوا غادي تحطوا فيه القرعه. واحد القضيه بغيت نقولها لكم، بالنسبه اللي ما عندهاش زعما الثلاجه كافيه تهز ليها هذه القرعه كامله، تقدر دير واحد القضيه، الا كانوا عندك قريعات ديال البلاستيك غتشدي هذا الخليط هذا بعد ما خلطتيه في هذه القرعه ديال 5 لتر، غتشدي الخليط كامل وغادي تفرقيه في قراعي ديال البلاستيك الا عندك، ومن بعد غتحطيه في السطل. المهم انا غنوريكم شنو غادي ندير. غادي نحطو دابا، انا نحط حيت ما عنديش انا قراعي، عندي غير هذه القرعه وماشي مشكل عندي في الثلاجه غادي تهزها ليا. غادي نجيب السطل اللي قلت لكم وغادي نحط فيها الفيديو ديالي، وانا راني دايره الماء كيسخن وغادي نكب عليه الماء طايب. بالنسبه للماء ما يكونش الماء طايب بزاف، يعني كل ما غير سخون، لان كما عرفتوا راه البلاستيك كل ما طايب راه ما يعني غادي يدوب لكم بلاستيك، يعني ديروا غير الماء يكون سخون ما يكونش طايب. ودابا انا دايره الماء كيسخن، ان شاء الله خليكم معايا باش نوريكم كيفاش غادي ندير وشنو غادي نديروا ليه من بعد. كما كتشوفوا دابا غادي نعمر السطل ديالي بالماء مزيان، انا ديجا راني كبيت الماء، دابا غادي نزيد مازال. كما قلت لكم غادي تعمروا السطل حتى يكون هذا الفيديو ديال 5 لتر غارق في الماء، والماء ما يكونش طايب يكون غير سخون، يعني ديروه طيب وخليوه غير واحد شويه وحيدوه من فوق العافيه. هانتوما بحال هكا، يعني بحال هكا بالنسبه للماء. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نغطي القرعه ديالي بهاد السلوفان كما كتشوفوا، نغطيها بحال هكا. المهم تنقادها مزيان، المهم غتغطيوها بالسلوفان بحال هكا ولا اي ميكا عندكم ولا اي حاجه عندكم، المهم غطيوها من الفوق. من بعد كتجيبوا شي كاشه بحال هكا وغتغطيوها من الفوق، تغطيو السطل كامل وتحطوه في شي بلاصه اللي تكون سخونه وتخليوه ليله كامله حتى الصباح، وان شاء الله يوجد معكم. انا دابا راني صايبته دابا في العشيه، يعني دابا شي 4:30 ل5، ان شاء الله غادي نخليه يبات ليله كامله، وان شاء الله حتى الصباح نتلاقى معكم ونوريكم كيفاش طلع. شوفوا البنات، ها هو الرايب بعد ما حيدته من السطل. المهم حنا دابا راه الصباح، هذا خليته بات ليله كامله، ها هو كما كتشوفوا هو راه عقاد. دابا راه حيدته من السطل النيشان، جبت نوريه لكم. دابا غادي ندخلو الثلاجه حتى يبرد ونوريكم كيفاش جا. البنات ها هو الرايب ديالي واجد بعد ما برد ليا مزيان في الثلاجه، ها نتوما كيفاش كيجي. انا راه كبيت واحد شويه في هاد القرعه هادي باش من بغي يعني نشربو ولا شي حاجه نبدا نهز غير هاد القرعه ونحطها بلا ما نبقى نهز هاد الفيديو كامل ولا نديرو في الكيسان، ندي غير هاد القرعه وبدا نكبهم في الكيسان. انا نوريكم هنايا كيفاش جا في القرعه ديال 5 لتر، ها نتوما شتو كي تيجي، كيجي ثقيل تيبغيش كاع يتكب، شتو كي داير، ها نتوما كيجي رائع. البنات نتمنى ان شاء الله تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم بزاف. مهم انا راه درتو برد ليا مزيان في الثلاجه، غنزيد نوريكم. ها نتوما شتو كي تيجي، ها نتوما راه ثقيل، ولا لا بغيتوه ثقل من هكا كما قلت لكم غادي تزيدوا ديروا جوج زليف ديال النيدو. بالنسبه للناس اللي ما باغينش كميه كثيره في هذا الرايب يقدروا ديروا نص ديال المقادير، يعني ديروا نص ديال المقادير غادي تعطيكم نص ديال هذه الكميه هذه. ها نتوما شتو كي تيجي راه كي، وفي المذاق ما نعاودش لكم كيجي رائع وزوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه حتى نتوما، ولا عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم ما تنساوش ديروا ليا جيم الفيديو واشتراك بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره، وضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. وها نتوما كما كتشوفوا انا نوري لكم، ها شو كي تيجي، انا هذا راه شويه خفيف يعني شويه جاري ماشي ثقيل ثقيل. كما قلت لكم ديروا جوج زليف ديال النيدو اولا حليب بودره الا بغيتوه يجيكم تقل من هكا، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.